عرفات يقف على صعيده أكثر من مليون حاج جاءوا من كل فج عميق في مشهد مهيب يباهي الله به أهل السماء. من بين تلك الجموع 20,000 حاج مصري قدمت لهم وزارة الداخلية كافة الخدمات، فهي المشرفة على بعثة الحج المصرية. المشهد عظيم والجمع كبير هنا، ومن بين الجموع أسر شهداء الشرطة والذين قدمت لهم وزارة الداخلية الحج هدية روحية وإنسانية تعبيرا عن تقدير مصر لشهدائها. أنا مبسوطة جدا بوقوفي على عرفة، ودي أجمل هدية سيادة الرئيس قدمها لنا النهاردة وأدخلت البهجة علينا، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته. أحلى هدية، أحلى هدية من عند ربنا، وهم من ربنا يرحمهم ويسامحهم وربنا يبارك في أولادهم وذريتهم. نشكركم، نشكر القيادات كلها، نشكر الضباط اللي معانا. والله بص الله يصلح حال كل حاجة هنا بكفاية، الله يصلح حالهم كمان وكمان وكمان، وينصر مصر على مين يعاديه. بإذن الله للشهداء، الشرطة اللي هم بيحبونا ويعزونا ومكرميننا. أحلى هدية هي هدية الحج، وربنا يوفقكم ويقدركم على الخير اللي انتم فيه يا رب، ربنا يوفقكم. وقد وضعت وزارة الداخلية خطة متكاملة لضمان نفرة ناجحة للحجاج عقب مغيب شمس يوم عرفة، فالحافلات بالقرب من المخيمات وضباط وأفراد بعثة حج القرعة يشرفون على استقلالهم الحافلات حتى تسكينهم بمخيماتهم بمنى. وقد أخذت وزارة الداخلية على عاتقها توفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين في المشاعر المقدسة بالتنسيق مع السلطات السعودية لأداء مناسكهم في سهولة ويسر. لا شريك لك، لبيك الله.